برحب بحضراتكم مرة أخرى، وبالطبع بحاول ما نضيعش وقت إلى حد كبير علشان نحاول الحصول على أكبر قدر من الإجابات حول الاقتصاد المصري حاليا، طرح شهادات الاستثمار خاصة بقناة السويس الجديدة، كيف يكون له عائد على الاقتصاد المصري، هل يكون عائد إيجابي ولا هيكون سلبي طرح هذه الكم من الشهادات، مجموعة كبيرة من الأسئلة نحاول الحصول على إجاباتها. في الأول طبعا لازم أرحب بضيفي الكريم الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. موضوع طرح شهادات الاستثمار، الحقيقة بعد ما المؤتمر الصحفي وتم إعلان عن طرح شهادات الاستثمار شفنا العديد من الآراء، في ناس كتير مرحبة بالموضوع، ناس كتير تخوفت من طرح هذا الكم، أو يعني حتى طرحه مرة واحدة بيقولوا إن هو كان ممكن نطرحه على عدة خطوات. أولا، شايف مشروع تمويل عن طريق طرح شهادات استثمار ده يعني رأي حضرتك فيه ده أفضل ولا زي الأول إن هو كان تبقى سندات أو طرح عن طريق البورصة أو ما شابه يعني؟ طيب باختصار نقول إيه، أولا الحكومة لما أعلن الرئيس السيسي عن مشروع تمويل القناة الجديدة، القناة الجديدة باختصار 34 كيلو من الملاحات للدفرسوار، أنا بوسع القناة القديمة أو بعرضها، لما بعرضها بستفيد بإن سفن جديدة ما كانتش بتخش اللي هي الأمهات تقدر تعدي موجودة، بدل ما المدة تبقى 18 أو 20 ساعة تتقلل تبقى 3 أو 4 ساعات، يبقى سفن كتيرة بتعدي، يبقى أجيب إيرادات كتيرة، ده الهدف من بناية القناة. الحكومة أعلنت أول ما نزل الكلام ده إن فيها أسهم يعني نعمل شركة موجودة، الشركة حضرتك وأنا وعلي ومحمد وجرجس ولمعي ونشترك نكون الشركة، الشركة تطلع فلوس، الفلوس نقول هنساهم بقى في المشروع ده. قبل ما يتعلن المؤتمر الصحفي للمهندس إبراهيم محلب اللي أعلن فيه يوم الخميس إن بداية التدشين وده عن طريق شهادات استثمار، كتبت أنا مقالة في العالم اليوم إن الطريقة المثلى لتمويل هذا المشروع هي شهادات الاستثمار قبلها بثلاث ايام. كويس. ده كان ليه بقى؟ بقول لحضرتك لو انا بعمل اسهم يبقى انا لازم اكون شركه، يبقى اخد الموافقات الاول، القصه دي تاخد لها من 60 ل 90 يوم في جمهوريه مصر العربيه لو احنا ماشيين زي القطر. طب انت النهارده في ناس بتحفر في القناه، الناس اللي بتحفر دي مش نهايه الاسبوع او كل اسبوعين عاوزه قرش وورق بنك نوت يعني ويصرفوا وبنجيب بنزين ونجيب عماله، مش كده برضو؟ طب القصه دي هتاخد لها من 60 ل 90 يوم، يبقى دي نركنها شويه. السندات يبقى انت معناها بتقرض الحكومه، هتقوم بشركه تتعمل نقرض الحكومه، الحكومه ممثله في هيئه قناه السويس، قناه السويس لها حساسيه خاصه، الناس يعني الدوله واحنا مش عاوزين ايه نخش في الدوامه دي، يبقى نركن ده. يبقى الحل الامثل اعمل ايه؟ شهاده استثمار. شهاده استثمار زي الشهادات اللي موجوده في البنوك. بس العائد بتاعها فيه ميزه، اعلى عائد لوعاء مصرفي ادخاري مش في مصر، في منطقة الشرق الأوسط 12% ما حصلتش، أعلى عائد موجود من 10.5 ل 11 إلا ربع، ما فيش 12% دي. الحاجة التانية أنت تقدر تصرف العائد ده كل 3 أشهر، يعني كل ربع سنة أقدر أصرف جزء. طب لو أنا مش هصرفه وأقدر أجيب بيه شهادات تاني وماله وتكون وتمشي بالليلة دي تبقى موجود. طب فيها ميزة ايه؟ لو هو معمول اسهم، السهم لما اجي اوزع العائد بتاعه لازم عليه ضريبة موجودة اللي تم فرضها مؤخرة. طب الشهادة الاستثمار معفاة من الضرائب. طيب انا الراجل اللي اشترى الاسهم ده حصل له مشكلة وطلع قرار بالحجز عليه وعلى املاكه، يحجز على الاسهم، شهادة الاستثمار ممنوع الحجز عليه. شهادة الاستثمار ممنوع الحجز عليها أساسا. فدي برضو نوع من أنواع المزايا اللي موجودة. الحاجة الأهم، أنا بشتري وحضرتك بتشتري دولت، طيب أنا كده لي حق أقدر أرتبه على قناة السويس؟ لا، أنت بتشتري شهادة استثمار، شهادة لتمويل القناة، لكن ما لكش دعوة بالقناة. طيب ده واحد. القصة دي قال لك لحد 60 مليار جنيه هنلم الستين اللي هو محتاجينهم، الحكومة محتاجة الستين عبارة عن 29 مليار وواحد وتلاتين مليار، 29 مليار لبناء السبع أنفاق اللي موجودة، 3 من بورسعيد لسينا وأربعة من الإسماعيلية لسينا. طب والواحد وتلاتين لتعريض القناة وتعميقها اللي هو 72 كيلو متر. طيب ده كويس قوي كده، انا هلم لحد 60. طب افرض جالي اكتر، هيقول له لحد 60 واربط يا عم الحاج ومتشكرين على هنا.
طيب حكايه ان احنا هنلم 60، ناس كتير قوي تخوفوا وقالوا طب احنا نلم 60 ليه دلوقتي ما احنا مش هنستخدمهم حاليا، وفي نفس الوقت انا يوم ما هيبقى عندي 60 هبتدي احسب عليهم عوائد استثمار. فكان ممكن طرحها على اكتر من مرحله، مثلا 15 في 15 او 10 في 10 او ما شابه. في حته هنا الناس مش واخده بالها، انت شغاله في المشروعين مع بعض اللي هو التعميق التعريض والتعميق والانفاق، ده شغال وده شغال. ما ينفعش ان انا على ما اجي ونقف ونلم وحضرتك تقولي طب وشوف ده اللي بيحدث زي احنا لسه مش واخدين بالنا. ابقى انا راكب تاكسي وعارف ان انا نازل كمان مترين، كمان مترين، طب ما حضر فلوسي وده لا يقف كامل عداد يا عم، طلع من جيبي معاك فكه يوقف السكه كلها ويبرجلنا يا عم، ما انت ما احنا عارفين ان احنا ده. الحاجه الثانيه انت هتدفع الفايده بتاعه السنه كامله، السنه الاولانيه كامله 60 مليار في 12% يعني بتتكلمي في 7.2 مليار جنيه، يعني في حدود مليار دولار واحد. مين يتحمل المليار ده؟ هيئه قناه السويس اللي هتدفعه. طب هتستفيد ايه هيئه قناه السويس؟ انا بستثمر بدفع مليار، نهايه السنه لو دخلت لي السفن والمراكب قيمه الايرادات بتاعتي من 5.5 بقت على الاقل 9.5 في المنطقه دي، يبقى انا زودتها 100%، يبقى استثمار دفعت مليار دخل لي كل سنه زياده على الاقل 4.5-5 مليار. امثل استثمار ما حدش بيستثمر الكلام ده موجود. يبقى ده الصح اللي موجود انها يتعمل، اجمع الفلوس من دلوقتي اقدر استخدمها. الحاجه الثانيه الشهادات وهي موجوده، ما انت هتقدر الجزء اللي انت مش هتستخدمه من المال هيبقى وديها في قلب البنك تاخد عليها عائد برضه. بس وديها احنا بنتكلم لسه كنا بنقول من 9، يعني من 9 اقصى حاجه لغايه 10.5 11 الا ربع، لكن احنا انا بدي عليها 12%. تمام، انا بقول لك انت ليك استخدامها على طول. ما انت ما تضمنيش ان انت تيجي تقف في حتة طب عاوزين نستخدم. خدي بالك احنا برضو كشعب مصر هنا والمنطقة العربية عندنا اشكالية، احنا ما عندناش الحماسة اللي هي تبقى مستمرة. احنا الحماسة بتاعتنا يومين الثلاثة خمسة اسبوع ووقفنا على كده وكل واحد راح لحاله. فانت هتستثمر الحماس اللي موجود ده النهاردة انك تجمع الفلوس دي اللي موجودة. طيب حضرتك تتوقع يعني 60 مليار ممكن نجمعهم في قد ايه؟ اسبوعين. اسبوعين؟ امال ايه؟ هدي لحضرتك مثلا سنة 2006 2007 احد رجال الاعمال الكبار عمل حاجة فاخرة، شوية اعلانات جامدين جدا نقول القصة مدينتي جمع في 10 ايام 42 مليار جنيه. بس الوضع كان مختلف وكان وضع الاقتصاد مختلف وكان الناس يعني لا الدنيا كانت مختلفة تماما. هو عمل اعلانات كان استلم الارض فقط ما تحطش فيها طوبة، ما كناش نعرف ان كانت الكلام ده هيتباع ولا لا. انت موجود في مكان في صحراء موجودة نهاية الدنيا على طريق السويس مش كده؟ 42 مليار اللي كان طالبه 20 مليار اتجمعوا في 10 ايام بس. ففي فلوس في فلوس الناس ما بتطلعهاش ليه؟ الناس عندها خوف برضو. انت خلال الثلاث سنوات الماضية دول الناس عندها خوف، مش عارفة الدنيا هتمشي، الدنيا هتقف، طب هنعمل ايه، طب هيجي، طب الاخوة راجعين، طب هيمسكوا الفلوس، طب الدنيا راجعين ايه ما الناس خلصنا من الموال ده من زمان. انت عندك مشكلة، عندك مشكلة في هاجس موجود عند الناس، لازم انا اطمن الناس اللي موجودين. اطمن الناس بمجموعة من المشروعات اللي موجودة. مجموعة من المشروعات يعني بتدر فلوس، يعني انا بخلق وظائف، يعني في ناس بتشتغل، يعني ناس بتقبض اخر الشهر ورق بنك نوت بدل ما قاعد يقبض ورق عنب، يعني الدنيا بتمشي. طيب موضوع ال 12% الحقيقه عامل نوع من عدم الفهم، يعني 12% كل 3 شهور يعني الناس بتحسبها بطريقه مش عارف، ماليش في حسابات البنوك الحقيقه، بس بيقول ان هو يبقى على المجموع كلي هاخد 48% ولا بتتحسب ازاي؟ 12% دي سنويه، انا بديك الربح كل 3 اشهر. طب افرض قلت لي انت في 3 اشهر وانت جيت ما كملتش معايا، قول لحضرتك احنا الشهادات مربوطه لمده 5 سنوات، ما تقدرش تسحب قبل اول سنه بالظبط، يبقى انا كده كده سعادتك مربوطه معايا سنه، قاعدين سنه في اللي احنا في الليله اللي احنا فيها دي، فانا هديك ال 12% نهايه السنه، يعني ال 1000 يعمل 120 جنيه. طيب ال 120 جنيه افرض انا كل 3 اشهر عاوز دفعه من اللي عندي، خد كل 3 اشهر 30 جنيه وماله. طب افرض انا قلت في ال 3 اشهر اللي عاوز ال 30 جنيه بدل ما عاوزها ما اشتري شهادات، هنا يقول له بقى تعالى ده ال 60 مليار اتلموا، خلصنا يا بيه خلاص ما تقدرش تشتري. طب لسه ما تلموش ودي باحتمال بعيد، يبقى نقدر نديك بيها. طيب الناس فاهمه ال 12% كل 3 اشهر
مفيش كلام من ده. 12% دي سنويا، ودي اعلى عائد موجود، مفيش عائد بيدي 12% في السنه، اعلى عوائد موجوده. بقى نقول دفتر التوفير، نقول شهادات الف اصل ب اصل بلاتينيه ذهبيه، كل ده 10.5 11.25، فانت واخد ميزه انها 12%. طب 12% ده يعمل امتصاص للسيوله؟ طبعا هيبقى الناس تطلع من تحت البلاطه اللي موجود. هدي لحضرتك حاجه، ليه سعر الدولار انخفض؟ هو بالظبط يعني بعد الجملة دي مباشرة، الجملة دي خاطئة اللي انا هقولها، انه سعر الدولار انخفض، بس هو المفروض الجنيه بتاع ارتفع. لا الجنيه ارتفع لغويا. الدولار اقيسه باخواته، يعني الدولار اجيب له معاه اليورو والاسترليني، المجات نقيسها مع بعض، الفناجين نقيسها مع بعض، فاحنا فنجاننا طول شوية كبر شوية. كبر ليه؟ ناس كتيرة عنده ودائع، ما هو ودائع بالدولار موجودة عنده. طب ما انا ودائع هفك الدولار اللي موجود وباخد عليه 2 أو 2.25 او 1.5% وهاخد هنا 12، ونفس السعر مستقر خلال السنة اللي جاية دي انا ضامنها، يبقى انا احصل على عائد 12 اكتر. العائد ال 12 يبقى الدولار اللي انا ببيعه وحضرتك بتبيع والاستاذ بيبيع، يبقى احنا وفرنا الدولارات موجوده، السعر ينزل او الجنيه يبقى ارتفع، عشان يبقى الكلمه صح، وارتفع في حدود ال 13 قرش خلال الفتره الماضيه. طيب حاجه ثانيه، يعني بيقولوا في او بعد برضو التخوفات ان هو في المرحله الاولى مش هيبقى فيه مشكله، لان هنلم ال 60 مليار ونبتدي نشتغل بيها. المشكله بقى في الوقت اللي المفروض فيها استرداد قيمه هذه الشهادات، يبقى المطلوب من الحكومه المصريه يعني دي زياده على الدين الداخلي، بنتكلم في 60 مليار وفي وقت واحد انها تردهم للناس. تمام. لا هي قالت الشهاده برضو عشان تبقى الناس مش واخده بالها، قالت الشهاده لمده 5 سنوات. بالزبط. انت ما تقدرش ترد اول دفعه ليك إلا بعد السنة. لا يمكن الناس أصحاب الستين مليار، يعني 600,000 مودع، لو قلنا كل واحد بعشرة جنيه يبقى 600 مليون، قصدي يجوا كلهم النهاردة يقولوا لحضرتك رجع. في ناس سعر العائد الكبير هيغريه، خلينا الخمس سنين صح. كم واحد يبقى محتاج يرجع؟ نسبة 2-3-5-10-15-20% أقصى صح. تبقى الدنيا ماشية شغالة. الحاجة التانية بقول لحضرتك انت دوت، العائد بتاع الستين مليار يعد مليار دولار واحد من عائد قناة السويس. ده العائد، انا بتكلم في الاصل. طبعا في الاصل نفسه، ما انا بقول لك العائد بس لوحده 1 مليار، ده واحد. طب الاصل نفسه اللي موجود، ما هو انت هتبتدي تستكملي بقى، لان القصة انا يهيأ لي هذا، انه عملية توسعة قناة السويس وتعريض قناة السويس وتعميق وبنية الانفاق، ده السطر الاول، السطر الاول في كتاب تنميه محور قناه السويس بالكامل، تنميه الست محافظات بالكامل. ده مش مشروع. انا بشوف لو الحكومه دماغها وذهنها ان انا اعرض القناه واعمقها شويه من الانفاق وقف، لا ده منتهى التخلف، منتهى التخلف. هو ده الغرض النهائي، هو اللي تم اعلانه ان ده طبعا مرحله اولى، وبعد كده هيبقى فيه الاهم الاولاني. بالظبط ده السطر الاولاني، لان انت عندك 6 محافظات عاوزه تنميها، بورسعيد، الاسماعيليه، السويس، حط عليهم شمال سيناء، جنوب سيناء، ووسط سيناء المحافظه الجديده المزمع اقامتها. القصه دي يعني انت بتتكلمي في 6-7 مليون يروحوا بشر يتحطوا هناك، يبقى انت عاوزه 6-7 مليون وحده سكنيه، يبقى عاوزه على الاقل كده كم جامع وكم كنيسه وكم مدرسه وكم مستشفى وكم سينما وكم مسرح وكم ترماي وكم مصنع وبنيه اساسيه بقى. ما انا لسه وكم، مش كده؟ القصه دي تقعد تشتغل فيها 5 سنوات على الاقل. طب القصه دي محتاجه استثمارات طبعا، لان انت عاوزه تدخلي صناعات جديده غير تقليديه في قلب مصر، على الاقل صناعه السفن تبقى موجودة، لأن أنت لما توسع القناة، القناة دي بيمشي فيها إيه سعادتك؟ مراكب سفن، يبقى لازم أجيبها. المراكب دي بتشيل إيه؟ بشر وبضاعة. البضاعة اللي فيها عبارة عن بتتحط فين؟ حاويات وكونتينر، يبقى أنا لازم يكون عندي صناعة الكونتينر موجودة. طب أنا عمل صيانة بقى طبعا. المراكب دي ماشية، مش بيقف علشان ياخد التموين زي وأنا رايح كده طريق اسكندرية بقف على واحد مش عارف مين، الراجل يغسل العربية ويمون ونخش دورة الماء وناخد واحد قهوة، مش كده؟ والعيال يشبطوا في بسكوت. هو دي التموين بتاعة السفن اللي موجودة، دي كلها صناعات. الصناعات دي تعمل لك اعلى عائد موجود. الصناعات البحريه تعتبر من اعلى العوائد على مستوى العالم في الصناعه كلها، في الصناعه كلها.
ناس تقول لك ده خير البحر، يعني حتى اللغه الدارجه مع الناس السواحليه يقول لك ده بحر يا عم، ده شغال في البحر وخير البحر، ده خير البحر غير يا رب ان شاء الله يبقى في خير لمصر. طيب هنتكلم برضو عن هذا الكم من نقدر نقول السيوله اللي هتضخ، يعني احنا بنتكلم في شركات، مجموعه كبيره من الشركات، اكتر من في حدود 57 شركه شغالين، ومجموعه يعني في كم كبير جدا من السيوله هيتم ضخه في الاسواق. هل ده ممكن يعمل عمليه تضخم؟ هل ده ممكن يعمل عمليه يعني يأثر على البنوك بشكل طيب. ما انت حضرتك في المقدمه قلت جمله كويسه قوي، ان هذا المشروع هو المعول الاول في ضرب حائط الركود الاقتصادي. دي جمله عبقريه اللي قالها اكيد عبقري، ده كلام محترم. طيب انا النهارده لما بتيجي عاده دول فيها نوع من انواع الركود يشتغلوا في حاجتين، اتنين حاجتين يكونوا البشر بيشتغلوا فيهم. واحد حاجات عقاريه، يعني استثمار عقاري، ابني طريق، افحت ترعه، الترعه بعد ما افحتها اردمها تاني، الطريق بعد ما ابنيه اهدمه تاني، اهدمه تاني. هو دي شغل الناس ليه؟ لما ببني طريق او ابني معمار او ابني اوضه واحط فيها كرسي زي ده ولمبه، 105 مهنه يعدوا علي، 105 مهنه يعدوا علي. الصناعات الثانيه صناعات الغزل والنسيج، لانها صناعات كثيفه استخدام العماله. انا بزرع القطن اللي موجود اللي بيطلع، الراجل بيحصده، بوديه المخزل، المخزل يطلع وديه الصباغه، الصباغه تطلع تعمله قماش، القماش يطلع يوديه المصنع، المصنع يفصله قميص، يحط له زرار، يحط له بتاع دبوس، يحط له الياقه، يحط له بكره خيط موجوده، يتحط في كيس، الكيس يتحط في كرتونه، الكرتونه تمشي على العربيه. 48 واحد يعدوا عليا علشان اعمل القميص ده، 48 واحد يعدوا عليا. فدي مهن كثيفة استخدام العمالة. طيب أما يكون 57 شركة اشتغلت، هل الشركات دي خلال الثلاث سنوات كانت شغالة بكفاءة قوي؟ أكيد لأ، ركنة. طيب مش لما جه يشتغل أوتوماتيك، أول ما جه ابتدي في معدة نايمة، العربية ما تهوتش شوية، الموتور فيه عفارة، العجل نايم، مش كده؟ شغل الناس دولت علشان تبقى المعدة بتاعته جاهزة للشغل، ولا غلط؟ طب اخر الاسبوع مش هو والعمال بتوعه قبضوا ورق بنك نوت؟ ايوه. مش راح للراجل اللي كان عامل له الصيانه، اللي كان موجود عمل له العجل نفخه والبنزين حطه والكربيراتير صلحه، يديله جزء من اللي عليه؟ مش كده برضه؟ كويس قوي. طيب هو خد الفلوس اللي موجوده ديت، داخلين على المدارس، ابنه عاوز مسطره جاب له اتنين، ده عاوز كوتش جاب له، مش كده؟ يبقى انت عملت عمليه دوران، دوران للمال داخل الحاله الركود. أيوة اللي موجوده. بس برضه في حال، ما هو بالظبط، ما هو مش هيبقى في حاله ركود، انا بتكلم بالعكس، هيبقى في سيوله، الناس هتشتغل، هيبقى في فلوس، فهتزيد السيوله في الاسواق. فانت تبقى تقولي تعمل ركود. قيمه السيوله كلها من هنا لنهايه السنه اللي هتخش الاسواق قد ايه؟ لا كتير. الستين مليار اللي هم احنا جبناه، ما هم دولت هيخشوا هيتفرقوا، حضرتك جزء وده وده، مش كده؟ مصر محتاجه سيوله 3 تريليون جنيه. لا يعني براحتنا يعني 3000 مليار جنيه. فانا لما اجيب 60 انا محتاج 3000 جنيه من حضرتك عشان اظبط حالي قوي واقعد تمام 24 قرات، سيادتك بتديني 60. فهتقولي ده راجل اختنى لدرجة، ما احنا ده فكر الحكومة اللي هو ايه، حتى يفرض الضريبة يقول له اعباء، اعباء معيشية، اديك اعباء 12000 في السنة، يعني في الشهر 1000 جنيه، يعني كل اسبوع 250 جنيه انت وزوجتك واي عدد من الاولاد، اكتر من كده تبقى انت راجل سفيه ونفرض عليك الضريبة. يا عم 250 اي كلام، ده كلام لسه احنا بقول لحضرتك لسه نستوعب الرقم ده، اديه اضربه في 10 مرات، اضربه في 20 مره، فلسه محتاجين. فما يعملش اي نوع من التضخم، انما يعمل حركه من حركات انا بدخل زيت داخل الموتور القافش، الموتور القافش ده شويه زيت كده حواليه، يقوم الاله تمشي والدنيا تمشي شويه. طيب برضو ان احنا نعمل نوع من انواع، هيبقى في اتجاه كتير من الناس لشراء الشهادات الاستثماريه لانها طبعا اعلى عائد، طب ده مش هياثر على حصه البنوك من هذه الشهادات؟ ده سؤال محترم جدا. السيوله في البنوك كلها، الجهاز المصرفي المصري كله كله، عدد البنوك اللي موجوده اللي هي 36% منها بنوك حكوميه وال 64 و67% منها حاجات خاصه موجوده، دولت الفلوس اللي فيها قد ايه؟ 1.4 تريليون جنيه، 1400 مليار. من ضمنهم حضرتك كده في حدود ال 550 ل 600 مليار استثمارات
البنوك عاملاها في القطاع الخاص، اقرضت القطاع الخاص ال 600 مليار. بنتكلم في 800 عندنا، ال 800 اللي موجودين حضرتك من ضمنهم 600 الحكومه وخسلفاهم من البنوك اللي هو الدين الداخلي. الدين الداخلي بالظبط. تتكلمي في حدود 200، لازم احط جزء عند البنك المركزي يبقى موجود غصب عني علشان خاطر لا قدر الله حصل حاجه بتاع، يبقى هنا في الاستوديو في حد مسؤول عن الانفاق فبيبقى موجود معاه 200 جنيه لمبه باظت اطلع عم هات اللمبه، مش كده؟ حاجات تبقى اللي هو الصرف السريع. العهده يعني. العهده كده تمام، العهده على الراوي. العهده على الراوي. طيب. الفلوس دي هيسحب من الناس، هتسحب من دولت، عندنا إشكالية هنا. كل الناس قالت هتتسحب الفلوس من البنوك وتروح. طب أنا علشان أربط وديعة تاني تكون أفك وديعة تكون مربوطة، من الممكن الوديعة مربوطة لسنة أو لاتنين أو كذا، عشان أفكها أنا هخسر. بالزبط. فأنا هحسب اللي هخسره ده يعادل قيمة ال 12% اللي أنا هاخدهم. افرض مثلا الوديعة فكها فهخسر لي في حدود 1000 جنيه. طب لو انا كسبته وحطيت هنا عشان اعمل اخر السنه هكسب 800، لا يا عم خلي وديعتي زي ما هي، لو معايا قرش زياده هطلعه. وهو ده اللي حصل لما الدوله جت عرضت جزء كبير، جزء كبير 20% من شركه الاتصالات ضربتها في السوق، البنوك ما تاثرتش لان الناس جابت الفلوس السيوله الزياده اللي عندها. خدي بالك انت عندك ناس ما بتتعاملش مع البنوك، يعني جميع الباعة الجائلين ونص وسط البلد والبياعين واللي معاه وبتوع الخضار وبتوع الفاكهة فلوسه في جيبه، ممكن يحط دي في وعاء فترات الركود، وهو ما بيحبش يتعامل مع الحكومة شوية، يقول لك الحكومة بتبقى في البنك عارف أنا صرفت كام ودخلت كام، دخلي إيه وخارج إيه، الضرايب هتيجي تقرفني فالناس كده. إنما طب يقولوا طب ما شهادات، يقوم جايب أسماء العيال اللي عنده شهادات لعياله ودي اللي هيتحجز عليها ولا حاجة، ففي ناس دماغتها في المنطقة دي. لكن ممكن يوجهوا بقى كل الاموال دي ساعتها لشراء هذه الشهادات. طبعا، لان السبب الفلوس ليه الحكومه قالت اربع بنوك بس هم اللي داخلين، الاهلي ومصر والقاهره وقناه السويس. لا هم الحقيقه قالوا علشان البنوك الاستثماريه ما ساهمتش في اي حاجه في لا 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 برضه لا لا عشان ما نظلمش، لا هدي لحضرتك مثلا. انا النهارده حضرتك بتقول لي صلاح وانت معدي والنبي ابقى فوت على علي ومحمدين وحسن تجيب منهم الفلوس بتاعتي، ده اسمه انا شغلتي تحصيل. طب مش هاخد نسبه من التحصيل ده ولا انا بديهم لك لوجه الله والوطن؟ اخد نسبه من التحصيل. طيب الحكومه هتدفع 12%، البنك ياخد له نسبه، ياخد له 1 أو 2%. يعني الناس اللي قاعده هناك دي قاعده كده في الهواء الليل بيلعبوا في قدام بعض، عاوز فلوس مش كده برضه؟ طبعا. طيب علشان ياخد دي تبقى كان هيئه قناه السويس واقف عليها الدين ده ب 14%. صح، تكلفته عاليه. البنوك الثلاثه قالوا مش هناخد حاجه، خلاص التحصيل مش هناخد مليم. فالبنك التاني اللي بره الخاص عاوز ياخد. طب انت حضرتك بتقولي صلاح هيروح يحصل وقال يا باشاوات مش عاوز حاجه، وعلي راح يحصل وياخد 2% او 1%، قد لصلاح يحصل ولا لعلي؟ يبقى لصلاح. طب ليه بنك قناه السويس دخل؟ لان احد مؤسسين هيئه قناه السويس فقالت له يا استاذ بطل تاخد تحصيل خدامينك يا عمنا، ما هو ده الاونر اللي موجود عنده. يبقى الاربع بنوك دولت هم اللي عملوا دولت بدون اي تكاليف تاني. تبقى هيئه قناه السويس هتطلع من جيبها ال 12% فقط، اللي هو لو قلنا 60 مليار يبقى 7 مليار و200، يعني في حدود مليار دولار موجودين. تخيلي بقى لو في 2% تانيين على ال 60 مليار كنت هتدفع مليار فيه. طب ده مش ممكن يدفع البنوك الاستثماريه الاخرى اللي هي بقى مش مشاركه في الموضوع ده انها ترفع الى حد ما من عائد الشهادات بتاعتها علشان تدخل في منافسه مع الشهادات؟ هو ده اللي هيحصل. طب ما احنا يبقى بنرفع عائد الشهادات الاستثماريه بنرفع برضو عائد الاقراض تكلفه او يعني بالظبط. طبعا عائد التكلفه هي دي الخوف بقى. السؤال بقى هنا البنك المركزي انا ما برفعش لوحدي، احنا هنا مسؤولين في هنا مثلا مدير للقناه مدير للبرنامج البنك مدير المركزي لازم ياخد الاذن، ياخد الاذن. البنك المركزي مش هيطلع الاذن علشان يخلي دي المخرج الوحيد، زي مخرج كده صلاح الدين الايوبي لما حكم الناس بين الجبلين بقى هو ده المخرج الوحيد ليه. المخرج الوحيد عاوز تستثمر بعائد عالي هو شركات شهادات استثمار قناه السويس. اللي عايز يستثمر يبقى هو اللي عاوز يستثمر بعائد عالي خش يا استاذ، هو ده المخرج. طيب نرجع تاني لقناة بقى السويس نفسها، يعني لو نتكلم على حجم الإيرادات المتوقعة من أولا احنا بنتكلم في سنة إن شاء الله ربنا يسهل يعني إنها تكمل، أول ما بعد السنة نبدأ في تشغيل حجم الإيرادات احنا بنتكلم في زيادة قد إيه تقريبا؟ طيب أنا عاوز أقدم لحضرتك بس معلومة إن احنا كنا نايمين فترة طويلة قوي قوي،
نمنا لحد ما شبعنا نوم وموت كمان. قناة السويس بدأ الحفر فيها، أول فاس انضرب فيها 25 إبريل 1859. خدي بال حضرتك 25 إبريل اللي هو تاريخ تحرير سيناء، نفس الكلام اتفتحت 1869 لحد النهاردة بتتكلم في 143 سنة. مصر والدولة كلها على مدار العصور ال 143 سنة دي، الحكام من أول الخديوي إسماعيل، يعني بتتكلم الخديوي إسماعيل، الخديوي توفيق، عباس حلمي الثاني، السلطان حسين كامل، الملك فؤاد، الملك فاروق، محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، محمد مرسي، المستشار عدلي منصور، 12 13 رئيس دولة. اتعاملنا كحكومة ودولة وشعب مع قناة السويس بصفتنا كمساري، واحد معدي قالوا طعلوا التذكرة، خد يا عم التذكرة هات لنا القرشين. ده شغل ناس مش هواه، اقل من الهواه. حتى الكمساري في الاتوبيس العام بتاع الحكومه بيجود، بيعمل شغل بيجود. كان الاول الاتوبيس يبقى موجود الوقت يطلع واحد فيه يبيع ندغه ونفتالين بليه وبنس شعر، مش كده؟ الراجل اللي بيبيع ده بيجيب ايراد. عملوا على محطه كل اتوبيس كشك كده، الراجل بيبيع فيه جرايد وبتاع محمول ولبان دكر والجو الكلام مش كده؟ انت ما عملتيش حتى دي. فانت خلال 144 سنة بتتعاملي ككمساري معاه. طيب طب لو انا دخلت بقول لحضرتك النهاردة المراكب دي امون لها، ما انت ما كانش عندك مركب بيقف يمون. طب النهاردة المراكب دي بتمشي في البحر 4 و5 و10 ايام، مش كده؟ مش الناس دي بتاكل وتشرب وتهيص وتعمل؟ لو اديته انا بس وهو معدي عندي من بورسعيد المدخل وهو داخل، تعالى يا عم 1000 كرتونة مية، 1000 كرتونة سردين، 1000 كرتونة مش عارف ملبس، 1000 كرتونة بسكوت. اللي هو احنا اتكلمنا عليه الموضوع ان هو الخدمات تموين الخدمات بالظبط كده، ادي دي ما كانتش عندك. فانت دي هتعمليها بيدخل ايرادات اخرى. طب الايرادات ديت جايه للحكومه نفسها؟ لا، ممكن تيجي لينا احنا، صلاح اللي عامل المشروع وحضرتك وعلي. طب ما صلاح دي فلوسه جوه، وصلاح هيصرف فلوسه ويستثمرها جوه، بعد ما يعمل دي صلاح هيروح يشتري عربيه، هيروح يشتري فيلا وحته ارض ويبني، مش كده؟ الدنيا هتمشي، يبقى دي فلوس داخل الوطن اللي هي الثروه. في فرق بين الثروة وبين الملكية، ثروة الأمم كلها تزيد، ثروة الأمة المصرية كلها تزيد. نرجع بقى تاني للقناة، لو أنا النهاردة زي ما قلت لحضرتك عرفت ودخلت الأنفاق اللي موجودة ديت وعمقت فيها، أنت على الأقل قيمة الأموال اللي كانت بتخش لي 5.5 مليار دولار على الأقل هيبقى 9.5 مليار، يعني زودتهم في حدود 100%. يعني احنا بنتكلم في الاقتصاد كشكل عام، يعني نشوف ان شاء الله يا رب ان شاء الله هيحدث نقله في الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت ان احنا العائد بتاعها ممكن يتضرب، يعني لو ما كانش في 2 يبقى نقول في 1.5 بالظبط. بس في حته تاني احنا ناسينها، انا بقول لحضرتك المهم في الانفاق لما تتبني وتخش الليله وكذا، انت النهارده هتبقي عملت في منطقه قناه السويس او محور تنميه قناه السويس الست محافظات دولت، نقلت لهم 4-5 مليون بني ادم، 4-5 مليون بني ادم، يبقى زودت معدل الاستثمار والدخل ومعدل النمو في المنطقه اللي موجوده دي الى افاق عاليه، يعني عشان يبقى. طب احنا هنخرج لفصل وارجع بقى اخد من حضرتك بشكل عام بقى الاقتصاد المصري دلوقتي حاليا وصلنا لحد فين بعد الفصل. برحب بحضراتكم مرة أخرى، برحب طبعا بضيفي الكريم مرة أخرى الدكتور صلاح جودة خبير الاقتصادي، وعايزين نعرف بقى كحاجة أخيرة يعني تصور حضرتك أو شكل الاقتصاد حاليا المصري وصلنا لغاية فين؟ طيب الاقتصاد المصري باختصار شديد، الناس بتقول مصر مقبلة على إفلاس، طب في مشكلة، في فرق بين الإفلاس وبين عندنا صعوبات اقتصادية، عندنا صعوبات اقتصادية ده مما لا شك فيه، في نفق اقتصادي مزنوقين فيه مما لا شك فيه. في التقارير دلوقتي كلها العالميه بتقول ان احنا داخلين على انفراج، هل ده صح؟ ما هو ده، ما انا لسه اقول لك، انما داخلين على افلاس؟ لا مش هيحدث. ليه افلاس؟ عشان نقول باختصار شديد والناس تقفل الليله دي، افلاس يبقى انا عليا دين خارجي ما سددتش القسط في ميعاده. مصر عندها قسطين، قسط في يناير وقسط في يوليو، مسدده اخر قسط موجود ليها بتاع يوليو، يعني الحد بتاع يناير ما حدش يقدر يجي يخبط على باب الدوله دي يقول له يا عم عندك قسط او خلاص يبقى انتهينا. انت في موقف اقتصادي صعب ده اكيد. طب ليه بيتمثل في الموقف ده؟ انا عندي معدلات نمو 2.1%، يعني الاقتصاد بتاع الكحكه بتاعتي تزيد كده شويه. طب المعدل ده انا بقيسه بايه؟ الطول بقيسه بالسنتي، الوزن بقيسه بالكيلو، دوت اقيسه بمعدل المواليد، انا عندي معدل مواليد 2.4%،
يعني في 3 من 10 زياده ما لهمش مكان. طب الصح ان انا ال 3 من 10 اللي يجوا اقتلهم علشان اخلص، ولا زود انا الناتج اللي موجود عندي يبقى الاثنين اخليه 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12؟ الصين قعدت لمده 28 سنه 12% سنويا، 12% سنويا طبعا لمدة 28 سنة. هو ده اللي عمل نطرة الصين. مصر بالمناسبة لحد سنة ممكن حد يحقق 12% نمو سنوي طبعا. ماليزيا عملت 8.5% و9%، الهند 10.5% و11%. طب احنا ممكن تتوقع هنعمل كام؟ بص حضرتك، احنا انا من انصار انه لازم يبقى في نوع من انواع الضغط على الناس، كل واحد متحدد له هتعمل ايه. انت ترس في آلة موجودة، إنما سيب الناس على حريتها كده مفيش حد هيشتغل وهيطالبوا بالفلوس. الناس فاهمة، مثلا انتخبوا الرئيس السيسي، خلاص يا عم احنا انتخبنا ربنا يوفقك، سيادتك تلبس بابا نويل بالليل، كل واحد تحط له ظرف تحت المخدة وانت ماشي على طراطيف صبعك عشان تقفل باب وراك وما توجعش دماغتنا. ضد المنطق يا عم الحاج عظيم، مش هو ده. انت مفروض زي ما قلنا قناة السويس اللي قالوا في سنة تشتغل تلات ورديات 24 ساعة ب 57 شركة تتحفر في سنة. لو انت بقى تخيل خدت الوطن كله قسمتيه مجموعات كده، يتعمل ثلاث ورديات 24 ساعة ممكن تحقق 5% يعني رقم. انا من انصار خلال 36 شهر على الاكثر يكون معدل النمو 8%. يا رب يا رب. لا انا في النهاية السعيدة دي الحقيقة، يا رب ان شاء الله، لان انت عندك الامكانيات اللي تخليك تحقق الرقم ده. يا رب يا رب ان شاء الله. جزيل الشكر دكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي، حضرتك طمنتنا وحصلنا على العديد من الاجابات بالتاكيد، وان شاء الله يا رب 8% ان شاء الله تحصل. جزيل الشكر. وبعد فاصل، تغيير او التغير الشديد اللي بنشوفه في سلوك المصريين في الشارع، ليه العنف انتشر بهذا الشكل؟ بعد فاصل انتظرونا.